نستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رضي الله عنه: الرهن. البيوع دائما يكثر فيها تأخير قبض المعقود عليه، تمام؟ المعقود عليه هذا إما أن يكون ثمنا وإما أن يكون مثمنا، والغالب في العقود، ليس الغالب، نقول كثير أو يكثر في العقود تأخير قبض الايه؟ تأخير قبض المعقود عليه، سواء كان ثمنا أو كان ايه؟ أو كان مثمنا. وكان الغالب على السلم، عقد السلم، أنه يحصل فيه تأخير، يحصل فيه تأخير قبض المسلم فيه، تمام؟ لذلك احتيج إلى التوثيق، احتيج إلى توثيق هذه الديون، لأن الثمن المؤجل دين، صح؟ وكذا المسلم فيه دين، فقد يحتاج أو غالبا يحتاج إلى إيه؟ توثيق هذه الديون بعين يستوفى منها هذا الدين عند عدم الوفاء أو تعذره أو تعسره. لذلك حسن ذكر أحكام السلم عقب الكلام على البيوع، عقب الكلام على الإيه؟ سواء كانت بيوع أعيان أو بيوع إيه؟ أو بيوع ذمم، صح؟ قال رضي الله عنه: الرهن لغة الثبوت والاستقرار أيضا، ومنه الحالة الراهنة، الحالة الراهنة. ويطلق السلم على الحبس، يطلق السلم على الحبس، وهذا هو المعنى الذي يراد هنا غالبا، أن السلم الرهن يراد به الايه؟ الحبس. قال: وشرعا جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه. نقول أولا: السلم يطلق، عفوا، الرهن يطلق بمعنى اسم المفعول، بمعنى اسم يعني المرهون، يعني دائما يقولون: لا ينفك الرهن إلا بسداد جميع الدين. ما المراد بالرهن في قولهم؟ المرهون، تمام؟ لأن الذي يرهن المرهون، تمام؟ والذي يحصل عليه الحجر وينفك هو العين المرهونة، تمام؟ فالرهن يطلق ويراد به اسم المفعول، مصدر يطلق ويراد به اسم المفعول، وقد يطلق المصدر ويراد به المعنى المصدري، يعني لا يتجوز بإطلاقه على معنى آخر. وهذا الرهن نوعان، الرهن نوعان. النوع الأول وهو الرهن الشرعي، الرهن الايه؟ الشرعي، وهو تعلق دين الميت بجميع تركته، تعلق الدين الثابت على الميت بجميع تركته. يعني عندنا ميت عليه دين ومات، رجل عليه دين ومات، هذا الدين تعلق بجميع التركة، تعلق بجميع، ما معنى يتعلق بجميع التركة؟ يعني لا يصح تصرف الورثة في أي شيء من أعيان هذه التركة حتى يقضى هذا الدين، تمام يا مشايخ؟ وهذا يسمى الرهن الايه؟ الشرعي. وهذا لا يحتاج إلى صيغة، من مات وعليه دين وإن قل هذا الدين، يعني لو عليه جنيه واحد وتركته ملايين الجنيهات، جميع الملايين مرهونة بهذا الجنيه، تمام؟ وقلنا هذا لا يحتاج إلى الايه؟ إلى صيغة. فبمجرد أن مات وعليه الدين تعلق هذا الدين بجميع الايه؟ بجميع التركة، فليس للوارث التصرف في شيء منها حتى يوفى هذا الدين، سواء باب ايه؟ بأداء أو بإبراء، سواء بأداء أن يدفع هذا الدين أو أن يبرئ صاحب الدين المدين الميت، واضح؟ هذا يسمى الرهن الايه؟ الشرعي. والنوع الثاني وهو المراد بهذا الباب الرهن الجعلي، الرهن الايه؟ الجعلي، وهو الذي عرفه المصنف بقوله: هو جعل عين. يبقى الرهن كم نوع؟ نوعان. نقول: أولا، الرهن في الشرع يطلق بمعنيين، الرهن مصدر، والمصدر يطلق ويراد به اسم اسم المفعول، وقد يراد به حقيقته المصدرية، تمام؟ إذا أطلق وأريد به اسم المفعول فهو بمعنى المرهون، وإذا أريد بقاؤه على المعنى المصدري فهو نوعان: شرعي وجعلي. ما هو الرهن الجعلي؟ قال: هو ايه؟ جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه. جعل عين مالية خرج بها غير المالية. ما هي غير المالية؟ الأعيان النجسة والأعيان المتنجسة التي لا يمكن تطهيرها بالغسل. حينئذ هل هذه
تصح أن تكون مرهونة؟ لا يصح أن ترهن كلبا ولا خمرا ولا خنزيرا ونحو ذلك، تمام؟ ولا بد أن تكون هذه العين المالية متمولة، لابد أن تكون إذا قل مالية، تمام؟ فلا يصح أن ترهن بحبتي بر مثلا، تمام، بحبتي قمح، لأن القمح وإن كان مالا في نفسه أو بانضمامه إلى غيره فإنه ليس متمولا به بذاته على حال قلته الآن، تمام. يبقى لابد بتقييد العين بكونها إيه؟ متمولة. ما معنى متمولة؟ يعني تقابل بمال، يعني تقابل يدفع فيها المال، تشترى بالمال، تمام يا شيخ. جعل عين مالية وثيقة، وثيقة يعني متوثقا بها، يعني متوثقا بها، وثيقة بدين، وثيقة بإيه؟ بخلاف الأعيان. خرج بقوله دين الأعيان، فلا يصح رهن شيء على عين. كيف يعني؟ يعني أنت الآن جئت لتستعير مني هذا الكتاب، تمام؟ هذا الكتاب دين أو ليس بدين؟ هذا عين وليس دينا، فحينئذ هل يجوز أن أخذ منك رهنا بالمعنى الشرعي؟ لا يصح أن أخذ مقابله رهن، تمام؟ لأن هذه لأن الأعيان قد تتلف، وإذا تلفت لا تلتزم، تمام يا شيخ؟ فحينئذ لا يصح أن ترهن عينا بعين، لا يصح أن ترهن عينا به، إنما الرهن يكون للإيه؟ للديون. الرهن يكون دون كما سيأتينا إن شاء الله، سواء كانت هذه العين مضمونة أو غير مضمونة على الآخذ. يعني مثلا رجل غصب مني كتابا وأنا قادر على انتزاع المغصوب، فقلت له اعطني هذا الكتاب، فقال سأعطيك إياه لكن أمهلني ساعة أذهب وأحضر. هل يصح أن أخذ منه مثلا الهاتف رهنا بالمعنى الشرعي؟ نعم يصح بالمعنى اللغوي، يصح أن تأخذ منه رهنا بالمعنى الإيه؟ أن تأخذ شيئا تستوثق به حقك من غير صيغة، من غير إيجاب وقبول. لأن كيف يكون الرهن شرعيا؟ بالإجابة والقبول. طب هل يصح أن تأخذ من غير إجابة وقبول لأجل الاستيثاق فقط؟ نعم يصح، تمام يا شيخ. يبقى قوله جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها، هذه الجملة في محل جر صفة لدين، تمام. يبقى إيه؟ جعل عين مالية وثيقة، يبقى هذه العين هي التي تكون وثيقة. يستوفى، من الذي سيستوفى؟ الدين. يستوفى الدين منها، أي من الإيه؟ من العين، تمام. الجمل بعد النكرات إيه؟ صفات، تمام. يعني إيه يستوفى منها؟ يعني يباع، تباع هذه العين ليدفع إيه؟ ليدفع الدين مكانه. واضح يا شيخ؟ يستوفى منها، من هنا للابتداء ولا التبعيض؟ لا للابتداء، من هنا للإيه؟ فيباع الرهن أو المرهون عند وقت وجوب التسليم ليوفى الدين من هذه العين، سواء كانت هذه العين أكثر من الدين أو مساوية أو أقل. لأن احنا لو قلنا من هنا للتبعيض فلا بد أن تكون هذه العين المرهونة أكثر من الإيه؟ من الدين، حتى إيه؟ يستوفى من بعضها، من بعض هذه العين المرهونة. لا، لا يشترط، إنما الجاء الشرط أن يكون هناك عين وخلاص، سواء كانت أكثر من الدين أو مساوية أو أقل. فمن هنا للإيه؟ معنى، ما معنى الابتداء؟ يعني أنت تبتدئ السداد من الإيه؟ من هذه العين المرهونة. واضح يا شيخ؟ قال ليستوفى منها عند تعذر وفائه، هذا ليس بقيد، فإن الدين يستوفى من هذه العين وإن سواء تعذر الوفاء أو لم يتعذر الوفاء وامتنع المدين عن الأداء. يعني رجل لا يتعذر عليه الوفاء بأن كان غنيا، أعطني الدين لن أعطيك، طب خلاص سأخذ الرهن وأبيعه، بيعه. فحينئذ هل تعذر الوفاء؟ المدين لم يتعذر، إنما معه المال لكنه يبخل به، فحينئذ ما الذي نفعله؟ نبيع العين. فقوله عند تعذر الوفاء هذا نظر باعتبار الغالب، هذا باعتبار الإيه؟ الغالب. واضح يا شيخ؟ فهمتم التعريف؟ فهم؟ طيب. قال أركان الرهن، أركان الرهن أربعة. الأول هو الإيه؟ مرهون. ما هو المرهون؟ وما يدفعه المدين للدائن، ما يدفعه المدين للإيه؟ للدائن، لأجل الاستيثاق، لأجل الاستيثاق. ولها شروط، وللمرهون شروط تأتي. قال ومرهون به، وهو الدين،
وعاقدان وهما الرواهن وهو الذي يدفع المرهون والمرتهن الذي يأخذ المرهون. قال وصيغة وهي إجاب وإجاب وقبول، إجاب وقبول. فلا بد في الرهن الشرعي من إيه؟ رهن الجعلي الشرعي من إجاب وقبول. ولكل ركن من هذه الأركان شروط تأتي في كلام الشيخ. قال شروط المرهون، شروط المرهون اثنان: الأول أن يكون عينا، الأول وأن يكون عينا. فلا يصح رهن الديون، لا يصح رهن. يعني أنا اشتريت من الشيخ محمود كتابا بمئة، وأنا لي عند أفنان مئة أخرى، فقال لي محمود أريد رهنا على هذا الدين الذي لي عليك، فقلت له أنا لي على أفنان مئة أرهنك هذه المئة، هل يصح؟ لأنها ليست بإيه؟ ليست بعين. طيب أنا لي عندك مئة يا محمود واشتريت منك هذا الكتاب بمئة، فطلبت رهنا، هل يصح أن أرهن المئة التي لي عليك عندك؟ فهمتم الصورة؟ أنا لي عند محمود مئة واشتريت منه كتابا بمئة مؤجلة، فقال لي أريد رهنا، فقلت له رهنتك المئة التي لي عليك عندك، أو جعلت المئة التي لي عندك رهنا، هذا دين وليس بدين، لا يصح رهنه أيضا. واضح؟ فقول الشيخ عينا يبقى خرجت جميع الديون، فلا يصح أن تكون الديون وإيه؟ مرهونة، لأن الدين غير قبل قبضه غير موثوق في تحصيله، صح؟ أنا الآن أرهن دين، هل هذا الدين موثوق أن يحصل؟ لا. طب إذا حصل هل يكون دينا ولا يكون عين؟ يكون عين. يبقى قبل التحصيل لا 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 وثوق في تحصيله، وبعد التحصيل لم يكن دينا، خلاص خرج عن الدينية وصار عينا، تمام؟ يبقى لا يصح رهن الديون مطلقا. ليه؟ لأن الديون تنافي المقصود من الإيه؟ من الرهن وهو الاستيثاق، لأن الدين ينافي المقصود من الرهن وهو الاستيثاق. طيب المنافع أعيان ولا ديون؟ لا، المنافع ديون، لأن المنافع غير مضمونة أيضا. المنفعة تتلف شيئا فشيئا، فلا يحصل بها الاستيثاق، لا يحصل بها. احنا نقول من معين، يبقى أنا الآن رهنتك سكن داري شهرا، رهنتك سكن داري شهرا، هل هذا يصح؟ لا، لأنه بعد اليوم الأول تلفت جزء من الايه؟ من المنفعة. طب بعد الشهر تلفت المنفعة كلها أو لا؟ طب أنا لم أدفع لك، كيف تحصل هذه المنفعة؟ كيف تحصل الدين؟ فهمتم؟ يعني هل يحصل الاستيثاق بالمنافع؟ أنا لما أرهنك سكن الدار شهرا، بعد شهر أخذت الدار منك، بعد الشهر أخذت الدار لانتهاء المدة التي إيه؟ حصل عليها الاتفاق، ولم أعطك الدين، هل حصل لك أنت استيثاق؟ لا، لتلف المنفعة، المنفعة خلاص انتهت بعد الشهر، فلذلك المنافع تنافي المقصود من الايه؟ فلا يصح رهن المنافع. يبقى قول الشيخ شرط مرهون أن يكون عينا، يبقى خرج به الديون والايه؟ والمنافع، فلا يصح جعلها مرهونة، فلا يصح جعلها مرهونة. قال وأن يصح بيعه، يعني وأن يكون ما يراد رهنه مما يصح، فلو رهن فلا يصح رهن ما لا يصح بيعه. أنا أرهنك شيئا عبدا مثلا موقوفا، أو رهنتك شيئا موقوفا على كل حال، هل الوقف يصح بيعه؟ لأنه غير مملوك لك، إنما الذي يملك رقبته من؟ الله سبحانه وتعالى، والفقراء يملكون منافعه، تمام؟ فلا يصح رهن ما لا يصح بيعه. العبد المكاتب هل يصح بيعه أو لا؟ لا يصح، فلذلك لا يصح رهن العبد المكاتب. أم الولد أحسنت، أم الولد تعتق من رأس المال بعد موت السيد. جارية اشتريتها جامعتها فحملت وولدت على قباء أو مضغة ونحو ذلك ما فيه خلقة آدمي، صارت إيه؟ صارت أم ولد لي، يعني هي وولدها يصيران حران بعد الموت مباشرة، إذن لا يصح بيعها أبدا، يبقى لا يصح رهنها. لماذا؟ لعدم حصول المقصود من الرهن برهنها، لأن المقصود من الرهن الاستيثاق بأن تبيع هذه العين المرهونة عند تعذر الوفاء، وأنا لا أستطيع بيع العين المرهونة عند تعذر الوفاء. واضح؟ فشرط الرهن المرهون أن يصح إيه؟ بيعه. طيب المبعض يصح بيع بعضه،
يجوز الرهن للعبد المبعض لا إشكال. طيب الآن العبد المدبر يصح بيعه أو لا؟ العبد المدبر هذا الذي علق عتقه على موت سيده، قال له سيده إذا مت فأنت حر، إذا مت فأنت حر، يصح بيعه أو لا؟ يصح بيعه، وإذا باعه سيده كان ذلك فسخا لعقد التدبير، لكن لا يصح رهنه. يصح بيعه ولا يصح رهنه، لماذا؟ لأن السيد قد يموت قبل وفاء الدين، وإذا مات السيد عتق العبد فلا يحصل الاستيثاق، صح؟ مش ده غرر؟ الآن أنا قلت للعبد إذا مت فأنت حر، إذا العبد صار إيه؟ مدبرا. فاشتريت شيئا بدين فرهنت هذا العبد، بعدما قلت للبائع رهنت هذا العبد بلحظة مت، إذا مت ما الذي يحصل للعبد؟ عتق. إذا عتق العبد ها الرهن موجود ولا تلف؟ تلف الرهن، يبقى حصل الاستيثاق، يبقى يرد على أو يستثنى من منطوق هذا الشرط العبد المدبر والمعلق عتقه على صفة، المعلق عتقه إذا جاء رمضان فأنت حر، إذا تزوجت فلانة فأنت حر، وهكذا. تمام؟ إذا حفظت المنهاج فأنت حر، قد يعني يلقي الله عليك كرامة وتحفظ المنهاج وأنت واقف، قد وقد هذه للتقليل، لا للتكثير، فضل الله واسع. تمام؟ يبقى يريد أو يستثنى من منطوق هذا الشرط العبد المدبر، فإنه يصح بيعه ولا يصح رهنه، واضح؟ طيب مفهوم هذا الشرط إيه؟ أن ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، كذلك يستثنى منه استثناء. الأمة التي لها ولد غير مميز هل يصح بيعها؟ أنا الآن عندي أمة، اشتريت أمة كانت متزوجة رحمك الله، ولد الأمة المتزوجة عبد ولا حر؟ عبد مملوك لسيد الأمة، هل يصح أن أبيع هذه الأمة دون ولدها؟ لا يصح، ما دام ولدها غير مميز يبقى لا يصح بيع الأمة وحدها أو الولد وحده، تمام، لحصول التأذي، لكن يصح رهنها، يبقى لا يصح بيعها لكن يصح. وإذا رهنتها وأريد الوفاء، يعني هذا المدين لم يدفع الدين ونريد أن نبيع بقى، هل سنبيع الولد وحده أو الأم وحدها؟ لا، سنبيعهما معا، ويستوفى الدين من إيه؟ من ثمن المرهون، من ثمن المرهون منهما، من ثمن المرهون. طبعا في طريقة البيع تأتينا في المطولات لأن فيها تقييم وتقدير، واضح يا شيخ؟ طيب قال شروط المرهون به، ما هو المرهون به؟ الدين. قال شروط المرهون به أربعة، الأول كونه دينا، لازم يكون دين، فلا يصح أن ترهن إيه؟ على عين، لا يصح أن ترهن على، فأنا استعرت كتابا أو غصبت كتابا هل يصح أن أخذ مكانه رهنا؟ لا يصح. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر الرهن في الإيه؟ في المداينات، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، تمام؟ هذا أمر. الأمر الثاني، ولأن أصلا للمدين وللدائن أن يمتنع عن الإعطاء ابتداء، يعني قال أنا الآن أنت جئت لتستعير مني كتابا، هل أنا مجبر على إعطائك هذا الكتاب؟ حينئذ أنا لي الامتناع من الإيه؟ ابتداء، ولا ويجوز لي ألا أعطيك أصلا، وإذا أعطيتك فأنا أأتمنك أو لا؟ فإذا كنت أمينا لا تحتاج إلى الإيه؟ إذا كنت مؤتمنا فلا تحتاج إلى الاستيثاق، صح؟ لأني ضمنت ذمتك وأمنت ذمتك ورضيتها، خلاص يا شيخ؟ يبقى الشرط أن يكون المرهون به إيه؟ دينا، واضح ولا غير واضح؟ طيب قال وكونه، أي كون المرهون به اللي هو الدين، كونه معلوما للعاقدين، يعني للراهن والمرتهن، قدرا وصفة، فلو جهله أحد العاقدين أو المتعاقدين أو كلاهما لا يصح. قال وكونه ثابتا، يعني وكون المرهون به دينا ثابتا في ذمة الراهن، دينا ثابتا في ذمة، يعني ما معنى دينا ثابتا؟ يعني موجودا حاصلا في ذمته، فلا يصح أن ترتهن على ما سيحصل في ذمة الشخص.
أنا الآن ذهبت لأشتري ثلاجة مثلا، تعرفون الثلاجة؟ ذهبت البراد، ذهبت لأشتريها بالثمن المؤجل، فقال للبائع قبل أن أعطيك الثلاجة لابد أن تأتيني برهن، لابد أن تأتيني به. هل أنا اشتريت الآن؟ أنا لما أشتري بعد هل ثبت في ذمتي دين؟ إذن هذا الدين غير حاصل ولا حاصل؟ يبقى لا يصح أن أعطيه رهنا على هذا. متى يأخذ الرهن؟ إذا تمت المعاملة، إذا حصل البيع والشراء وثبت الدين في ذمتي، حصل الدين في، فلا يصح أن أقول لك إذا أردت أن تقترض مني قرضا اعطني دينا أولا، اعطني رهنا أولا، لا أعطيك فيثبت الإيه؟ فيثبت الدين فآخذ عليه الرهن. يبقى شرط المرهون به يعني الدين أن يكون إيه؟ ثابتا، يعني حاصلا موجودا في ذمة الراهن، يعني حاصل موجودا في ذمة الراهن. واضح ولا غير؟ طيب، قال وكونه لازما، يعني وكون الدين لازما أو آيلا إلى اللزوم بنفسه. الديون ثلاثة أنواع، الديون ثلاثة نوع الأول الدين المستقر، الدين الإيه؟ المستقر. والنوع الثاني اللازم، النوع الثالث الآيل إلى اللزوم بنفسه. يبقى الديون كم نوع؟ ثلاثة أنواع. الأول الديون المستقرة في الذمة، النوع الثاني الديون اللازمة للذمة، لازمة في الذمة، النوع الثالث آيلة إلى اللزوم بنفسها. إلى اللزوم بإيه؟ ما هو الدين المستقر بقى؟ هو الذي لا يتطرق إليه السقوط، لا يمكن أن يسقط إلا بالإسقاط، إلا بالإيه؟ بالإسقاط. الآن أنت استأجرتني لأعمل لك عملا، عملت العمل، استحققت الأجرة أو لا؟ هل يمكن، والأجرة صارت دينا عليك أو لا؟ هل يمكن لهذا الدين أن يسقط عنك من غير أن أسقطه أنا؟ لا يمكن. تزوجت امرأة وأصدقتها ألفا ثم دخلت بها، استقر الألف في ذمتي أو لا؟ يبقى الصداق بعد الدخول دين مستقر لا يتطرق إليه السقوط، لا يمكن أن يسقط. تمام يا أشياخ؟ طيب، الدين اللازم ما هو؟ هو الذي يفسد بفساد المقابل، والذي يسقط، عفوا، هو الذي يسقط بفساد المقابل. مثل ايه؟ كالمبيع قبل القبض، المبيع قبل قبضه. انا الان اشتريت منك كتابا بمئة، اشتريت منك كتابا، اعطيتك المئة ولم اخذ الكتاب، اعطيتك المئة ولم اخذ الكتاب، صار دينا في ذمتك او لا؟ صار دينا. تمام؟ طيب، تلف الكتاب، ما الذي يحصل؟ انفسخ العقد، صح؟ ورجعت المئة إلي، إذن الدين الذي كان عليك سقط أو لا؟ سقط. يبقى ما هو الدين اللازم؟ هو الذي يسقط بفساد الإيه؟ المقابل. أنا الآن اشتريت منك كتابا وأعطيتك مئة، هذه المئة التي أعطيتكها صارت دينا في ذمتك أو لا؟ إما أن تردها إلي وإما أن تعطيني الكتاب. طب تلف الكتاب قبل أن ترد المئة إلي، حينئذ يقول سقط هذا الدين. يبقى الدين اللازم هو الذي يسقط بنفسه بفساد الايه؟ بفساد المقابل، بخلاف الدين المستقر. انا الان اشتريت منك الكتاب بمئة واعطيتك المئة واخذت الكتاب، بمجرد ان اخذته جاءت صاعقه واحرقت الكتاب، هل المئة صارت دينا عليك؟ لا، لا خلاص. طيب صورة، الان انا الان اشتريت منك الكتاب بمئة ولم اعطك المئة واخذت الكتاب، اذا قبضت المبيع او لا؟ وتلف الكتاب مني، تلف الكتاب، المئة لازمة في ذمتي أو لا؟ ومستقرة أو لا؟ لأنه لا يتطرق إليها السقوط، بخلاف ما لو قلت لك مئة ولم أخذ الكتاب بعد وتلف الكتاب، المئة سقطت ولا لم تسقط؟ سقطت. تمام؟ يبقى الدين المستقر لا يتطرق إليه سقوط أبدا، إنما يسقط بالإسقاط. تمام؟ لكن الدين اللازم الذي يسقط بفساد الإيه؟ كالمبيع قبل قبضه، وكالصداق قبل الدخول،
الصداق. أنا الآن جئت لأتزوج امرأة فقلت أصدقتك 100,000 ثم طلقتها قبل الدخول، حينئذ هل هذا الصداق استقر في ذمتي كله؟ لا. تمام؟ يبقى هذا دين كان دينا في ذمتي لما عقدت، ثم بعد ذلك ساقط منه جزء، يبقى تطرق إليه سقوط أو لا؟ تطرق إليه سقوط. واضح يا شيخ؟ وعندنا بقى نوع آخر اسمه الدين الآيل إلى اللزوم بنفسه. الدين الآيل إلى اللزوم بنفسه، مثاله المعقود عليه في زمن الخيار. أنا الآن اشتريت منك كتابا ب100 وأخذت الكتاب وأعطيتك ال100 على أن لنا الخيار 3 أيام، على أن لنا الخيار بعد مضي 3 أيام، ما الذي يحصل؟ يصير العقد لازما. يصير العقد بنفسه ولا بإلزامنا نحن؟ بنفسه. تمام؟ إذن هذا آيل إلى اللزوم والاستقرار، آيل إلى اللزوم والاستقرار بنفسه. واضح ولا غير واضح؟ طيب، هل عندنا ديون آيلة إلى اللزوم لا بنفسها؟ نعم. الآن أنا قلت من رد علي ضاع هاتفي، فقلت من رد علي هاتفي الضائع له علي 100. تمام؟ طيب. رجل سمع بهذا الكلام وأخذ يبحث عن الساعة ولا على الهاتف، هذا اسمه مجاعل، شرع في العمل أو لا؟ شرع في العمل. تمام؟ طيب، بعد أن قبل أن يجد الهاتف هل يستحق شيئا؟ لا يستحق شيئا. طيب إذا وجد الهاتف استحق الايه؟ الجعل، استحق المال، فهذا هذا كان دينا في ذمتي، لكن آل إلى اللزوم بإيه؟ باستيفاء المنفعة. لكن هل آل إلى اللزوم بنفسه؟ لا، لم يأل إلى اللزوم بنفسه، لذلك لابد من قيد ايه؟ أو آل اللزوم بنفسه. واضح يا شيخ؟ فإنهما يؤولان للزوم، يعني دين الدين الجعالة أو جعل الجعالة يؤول للزوم في آخر الأمر، وكذا ده مثلا النجوم المكاتبة، تمام، اللي هو دين الكتابة، يعني مال الكتابة يؤول للزوم، لكن هل بنفسه ولا بفعل الفاعل؟ بفعل الفاعل. واضح؟ أن تدفع مال الكتابة وأن إيه؟ ترد الضالة في مسألة الجعالة. يبقى شرط المرهون به أن يكون إيه؟ دينا مستقرا أو لازما أو آيلا إلى اللزوم بنفسه، فلا يصح أن تأخذ رهنا على دين يؤول إلى اللزوم بفعل فاعل، كدين الجعالة، كجعل الجعالة، وكدين مال، كدين الذي هو مال للكتابة. تعرفون معنى الكتابة ولا نسيتم؟ الكتابة تذكرون؟ عندي عبد أراد أن يشتري نفسه، فنجري بيننا عقدا يسمى عقد الايه؟ المكاتبة أو الكتابة، أنني ستملك حريتك إذا دفعت لي أقساطا من المال كل شهر مثلا ولا كل سنة 10 أقساط وهكذا، هذا تسمى ايه؟ عقد الكتابة. هذا دين في ذمة العبد أو لا؟ دين في ذمة العبد. هذا الدين لازم أو ليس بلازم؟ ليس بلازم، ليس بلازم، لكن يؤول إلى اللزوم ولا لا يؤول؟ يؤول إلى اللزوم، لكن هل يؤول إلى اللزوم بنفسه ولا بدفع المال؟ دفع المال. إذن لا يصح أخذ رهن على هذا الايه؟ على هذا الدين الذي في ذمة العبد، لأن هذا دينا ليس آيلا إلى اللزوم بنفسه، وإنما يؤول إلى اللزوم بفعل فاعل. واضح؟ فهمتم كلام الشيخ؟ طيب. قال: شروط الراهن والمرتهن. شروط الراهن والمرتهن 2، الاختيار يبقى الشرط الأول، فلا يصح الرهن ولا الارتهان من المكره، من كسائر العقود، كسائر العقود. قال: وأهلية التبرع. من هو أهل التبرع؟ البالغ، العاقل، الحر، المالك، غير المحجور عليه بسفه أو فلس. فلا يصح رهن الولي لمحجوره، ولا فلا صح أن يرهن الولي لمحجوره، تمام، ولا أن يرتهن له إلا للضرورة، إلا للإيه؟ أو لغبطة ظاهرة. ما معنى هذا؟ يعني أنا الآن ولي على في مال الصبي، هل يصح أن أبيع أن أبيع بدين وأخذ رهنا مكان الدين؟ لا يصح، يبقى لا صح أن أرتهن له،
ولا يصح أيضا أن أرهن له، يعني لا يصح أن أشتري للصبي بمال مؤجل وأن أعطي رهنا من مال الصبي. لماذا؟ الاحتمال أن يكون هذا الرهن أكثر قيمة من الإيه؟ من الدين المرهون به. تمام يا شيخ؟ لكن يصح الرهن والارتهان للضرورة. أنا الآن عندي الصبي أو المحجور عليه يعني يحتاج إلى الطعام والشراب، هذا ضروري ولا ليس ضروري؟ وأنا ليس عندي مال، لكن أنتظر المال، سيأتينا الإيجار في آخر الشهر، الصبي يملك شقة أؤجرها له، فسيأتي الإيجار في آخر الشهر، لكن ليس معنا المال الآن، ليس معي مال أنفق عليه منه، وسيموت، يحتاج إلى الدواء، يحتاج إلى الطعام، فأنا أستدين وأرهن من ماله لأجل دفع الضرورة. واضح؟ فيجوز الرهن والارتهان لأجل الضرورة أو للغبطة الظاهرة، يعني للمنفعة الظاهرة في مال الولي، في مال المولى الصبي يعني أو المحجور عليه بالسفه ونحو ذلك. يعني أنا الآن سأبيع ما ثمنه 10 بـ100، لكن 100 مؤجلة، وسأأخذ رهن المكان 100، ورهن إيه؟ رهن كبير يوفي بـ100، والراهن ثقة مليء مقر، حينئذ هذه غبطة أو لا؟ مصلحة كبيرة، فحينئذ يجوز الرهن حينئذ ويجوز الارتهان. واضح؟ يبقى لا يصح أن يرهن الولي في مال ولا أن يرتهن لمحجوره إلا للضرورة أو لمصلحة، إلا لضرورة أو لغبطة ظاهرة. يبقى الشرط أن يكون الراهن أو المرتهن أهلا للتبرع، بأن يكون بالغا فلا يصح أن يرهن أو أن يرتهن الصبي، أن يكون عاقلا فلا يصح المجنون أو الصبي غير المميز، تمام؟ أن يكون حرا فلا يصح أن يرهن أو أن يرتهن العبد، وأن يكون مالكا فلا يصح أن يرهن الولي لأن الولي ليس مالكا، تمام؟ وأن يكون غير محجور عليه لا بسفه ولا بفلس. واضح يا شيخ؟ لأن المفلس لا يصح تصرفه في أعيان ماله كما سيأتينا إن شاء الله. قال شروط صيغة الرهن، قال شروط صيغة الرهن هي شروط صيغة البيع 12 شرطا التي مرت معنا في باب البيع. واضح ولا غير واضح؟ فإن شرط أحدهما ما يضر بالآخر، يعني يشرط الراهن على المرتهن ألا يباع الرهن عند المحل عند وقت حلول الدين، هذا يضر بالمرتهن أو لا؟ سأعطيك هذا الكتاب رهنا لكن بشرط ألا تبيعه إذا جاء وقت الحل السداد، هذا يضر بالمرتهن لا يحصل به المقصود من الرهن، يبقى هذا شرط لاغ، هذا شرط يلغو الشرط ورهنه صحيح، لا يلغو الشرط ويعود هذا الشرط على العقد بالبطلان. تمام يا شيخ؟ وكذا لو شرط المرتهن أن تكون زوائد المرهون مرهونة مع المرهون، يعني إيه؟ يعني أنا الآن رهنتك هذا الشجر، الشجر ما الذي يحصل له؟ يخرج الثمار، فأنا أشرط على الراهن أن تكون الثمار مرهونة أيضا، الثمار التي ستوجد تسمى هذه زوائد المرهون، هذا شرط يضر بالراهن أو لا؟ حينئذ لا يصح هذا الشرط فيعود الشرط على العقد بالبطلان. واضح يا شيخ؟ لكن إن شرط في الرهن أو في العقد مقتضى عقد الرهن، ما هو المقتضى؟ يعني شرطت أني سأبيع المرهون عند المحل إذا لم توفي، هذا أصلا من مقتضيات عقد الرهن أو لا؟ يبقى هذا شرط يعني وجوده كعدمه، هذا تحصيل للحاصل، يبقى لا يضر هذا الشرط. واضح؟ وكذا لو شرط ما فيه مصلحة للعقد كشرط الإشهاد، أن آتي بشهود عدول على هذا العقد، اشهد أني رهنت عندك كذا وكذا، أو اشهد أنك ارتهنت مني كذا وكذا، هذا شرط لمصلحة العقد أو لا؟ إذن يعتبر هذا الشرط. وكذا لو شرط ما لا غرض له فيه، كأن شرط ألا يأكل العبد المرهون إلا نوعا معينا من الطعام، هذا شرط لاغ، هذا لا مصلحة فيه لا للراهن ولا للمرتهن، ولا يعود بالضرر لا على الراهن ولا على المرتهن. واضح؟ فهذا شرط وجوده كعدمه أيضا. واضح يا شيخ؟ طيب. ثم قال صورة الرهن أن يكون لزيد على عمر 1000 دينار دينا لازما، دينا لازما. فيقول عمر لزيد رهنتك داري، يبقى هذه عين أو لا؟ داري، يبقى عين. رهنتك داري بـ1000 الذي لك علي، فيقول زيد قبلت، ثم يقبض الرهن، ثم يقبض الرهن، لأن الرهن قبل قبضه ليس بإيه؟
ليس بلازم في حق الراهن كما سيأتينا. طيب طالما قلنا هذا يبقى نذكر شيء من أحكام الرهن. عقد الرهن أو نقول يجوز للراهن أن يفسخ عقد الرهن إذا لم يقبض المرتهن المرهون. يعني أنا الآن قلت رهنتك هذا الكتاب يا محمود فقلت قبلت، هل الآن محمود قبض الكتاب وأخذه؟ لما حينئذ قبل أن يقبضه يجوز لي أن أفسخ العقد، أقول رجعت أو فسخت أو أنا أبيعه أو أنا أجعله رهنا لدين آخر. يبقى أي تصرف يزيل الإيه؟ يفسخ العقد، أي تصرف يزيل الملك أو ينقله، يزيل الملك أو ينقله يفسخ عقد الإيه؟ الرهن. فنقول عقد الرهن قبل قبض المرهون جائز الطرفين. تمام. طب إذا قبض المرتهن المرهون، قبضه بالإذن، بإذن الراهن، تمام، أو أن أقبض الراهن المرتهن أعطاه إياه، صار عقد الرهن لازما في حق الراهن، في حق الآن. أما المرتهن فهو جائز في حقه على كل حال، يجوز له أن يرفض الرهن، يقول لا أريد منك شيئا، أو أن يرجعه إليه ويفسخ العقد، لا إشكال، هذا حقه، هو المتنازل. واضح؟ هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني أن المرهون أمانة عند المرتهن، أن المرهون العين المرهونة أمانة عنده. ما معنى أمانة؟ يعني أن المرتهن لا يضمن تلك العين إذا تلفت أو تعيبت إلا إذا قصر في حفظها أو تعدى فيها. فأنا الآن أخذت منك السيارة رهنا وأخذتها وضعتها في الجراج في الباركينج، هذا مكان يعتاد فيه حفظ السيارات أو لا؟ جاءت صاعقة ونزلت على السيارة فأحرقتها، تلفت تماما، هل المرتهن يضمن للراهن مثل السيارة أو قيمتها؟ لا. هل يجوز للراهن ألا يدفع الدين؟ بل يجب عليه أن يدفع دينه. واضح؟ لماذا؟ لأن يد المرتهن يد إيه؟ يد أمانة، لا يضمن إلا بالتقصير أو التعدي. التقصير مثل ماذا؟ يأخذ السيارة ويضعها أمام البيت في الشارع ويوجد أطفال صغار يذهبون ويلعبون فكسروا الزجاج وصعدوا فوقها وكسروها أو سرقوها مثلا، هذا مقصر أو لا؟ إلا أن يعتاد الحفظ في هذه الأماكن. تمام؟ أو أخذت السيارة فركبتها وفعلت بها حادثا، هذا تعدي ولا لا؟ تعدي. فحينئذ يضمنها، يضمن المرهون. واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب يا شيخ، الأمر الثالث ولا الرابع كده؟ الرابع. إذا ادعى المرتهن أن المرهون قد تلف، ماذا نفعل؟ يعني جاء المرتهن وقال لك أنت رهنتني السيارة، السيارة تلفت، تمام؟ فحينئذ ماذا نفعل؟ هل نصدقه ولا نكذبه؟ تفصيل. نقول إذا لم يحل تلف المرهون على سبب، يعني قال المرهون تلف وسكت، هل قال تلف بسبب كذا؟ طيب احنا اتفقنا أن المرتهن أمين أو لا؟ والأمين مصدق. فحينئذ إذا ادعى التلف ولم يحل التلف على سبب، يعني لم يسند التلف إلى سبب معين بأن قال تلف وسكت، يصدق بيمين. نقول له أقسم، إذا اتهم احلف أن المرهون قد تلف، يقول أقسم بالله أنه تلف، خلاص لا يطالبه الراهن بشيء لأنه هو الذي رضي بيده أمانة، هو المقصر أن ائتمن خائنا إن كان كاذبا يعني. طيب إن أحال تلف المرهون على سبب، يعني قال تلف بسبب كذا، ففيه تفصيل. نقول إما أن يكون السبب ظاهرا وإما أن يكون خفيا. ما معنى سبب ظاهر؟ يعني ظاهر يظهر للناس كالحريق، هل إذا نشبت في الدار حريق هل هذا يخفى على الناس؟ السيل، تعرفون السيل؟ تسونامي، هل هذا يخفى؟ الغرق يعني، هل هذا يخفى؟ هذا سبب ظاهر، وقد يكون السبب خفيا. نقول إن كان السبب ظاهرا ففيه تفصيل. إما أن يعرف ما ادعاه، يعني فعلا وقع في هذا المكان حريق، يعني يعرف باستفاضة أو بمشاهدة
الاستفاضة أو فإما أن يعرف في هذه البقعة هذا السبب أو لا. فإذا لم يعرف هذا السبب الظاهر في هذه البقعة لا يقبل قول المرتهن إلا ببينة، لا يقبل إلا يبقى إن أحال تلف المرهون على سبب ظاهر لم يعرف طولب بالبينة، فإذا جاء بالبينة صدق بيمينه، لا يصدق مطلقا، يصدق بالإيه؟ باليمين. طيب إذا عرف السبب، نعم نشب حريق، نشب حريق طبعا يعرف بإيه؟ بالمشاهدة أو باستفاضة الخبر بين الناس. فإن عرف السبب ينظر إما أن يعم السبب المحل، يعني الحريق عم هذا المكان كله، إما أن يعرف عموم السبب للمحل أو لا يعرف العموم. طب إذا عرف السبب وعرف العموم صد قبيلة يمين، صد قبيلة. طب إذا عرف العموم، عرف السبب ولم يعرف العموم، احتمال أن يكون المرهون قد نجا بأن يكون هذا المرتهن نقله من مكان هذا إلى مكان آخر، فحينئذ يصدق بالإيه؟ باليمين. واضح يا شيخ؟ ومثل ذلك سيأتينا، مثل هذا التفصيل تماما سيأتينا في باب الوديعة، في أبواب كثيرة ستأتينا في المعاملات. واضح؟ يبقى إذا ادعى الأمين، حتى نوسع الدائرة، عام بقى من الراهن والمرتهن، إذا ادعى الأمين تلف الأمانة ينظر، إما أن يحيل التلف على سبب ظاهر، إما أن يحيل التلف، إما أن يذكر، إما لا، إما أن لا يحيل التلف إلى سبب أو يحيله إلى سبب. فإن لم يحله إلى سبب صدق بيمينه، فإن أحاله إلى سبب نظر، فإما أن يكون السبب ظاهرا أو خفيا. فإن كان السبب خفيا، ها ما هو السبب الخفي؟ السرقة، يصدق بيمينه لأن هذا السبب الخفي لا يعرف إلا من جهته. طب إن كان السبب ظاهرا فتفصيل، إما أن يعرف أو لا يعرف، يعرف في هذه المنطقة يعني. فإن عرف نظر، إما أن يعرف عمومه أو لا، إن عم صدق باليمين وإلا يعم أو احتمل النجاة صدق باليمين. طب إن لم يعرف طولب بالبينة على التلف به، ثم بعد ذلك يحلف به على أنه تلف به. واضح ولا غير واضح؟ طيب الحمد لله. أعدت ولا نكتب؟ نكتب، حاضر. يريح نفسه ولا يحيله على سبب. يا سلام. لذلك من أخطر الأشياء أن يتعلم الفاسق الفقه. ما هو لو عندنا يعني فاسق فقيه سيأخذ أموال الناس بالباطل، يقول تلف ويسكت.